مسبق الماضي وتاريخ طويل ممتد لمئات السنين وعلى بعد عدة أميال من العاصمة واشنطن. تستقبلك بحفاوة بالغة بلدة الإسكندرية القديمة في ولاية فرجينيا، ثالث أقدم البلدات الأمريكية. حافظت البلدة على شكلها المعماري القديم، فلشوارعها المرصوفة بالحصى ومنازلها التاريخية وقع كبير في نفوس زائريها، تذكرهم بالمستعمرات الإنجليزية وتبقى شاهدة على حقبة يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر الميلادي. Alexandria was founded in 1749 by Scottish merchants. تأسست الإسكندرية عام 1749 على يد التجار الإسكتلنديين. سميت على اسم الإسكتلندي جون ألكسندر الذي كان يملك الكثير من الأراضي فيها، وتعتبر المدينة الثانية للرئيس جورج واشنطن، وهو أول رئيس أمريكي كان لديه أعمال تجارية كثيرة في هذه المدينة. كما يرتبط اسم الإسكندرية أيضاً بتجارة الرقيق وتحريرهم. تاريخ البلدة لم يكن مشرقاً على الدوام، فثمت زوايا مظلمة فيه تروي فصولاً من العبودية والاتجار بالبشر تعود لعام 1828. المتحف أحد الشواهد على تلك الحقبة، والذي كان سجناً في السابق ليضم في ثنياه وثائق تاريخية لتفوق العرق الأبيض، ويرصد معاناة الأمريكيين من أصول أفريقية من مظاهر العنصرية حينها. The message is that African American history and painful and difficult history is part of America's history. الرسالة هي أن تاريخ الأمريكيين من أصول أفريقية مؤلم جدا، وهو جزء لا يتجزأ من التاريخ الأمريكي. في بيت الحرية نعمل على سرد التاريخ، إذ نتحدث عن حقبة العبودية التي شهدتها تلك المدينة، ونقدم شرحاً وافياً لما تعرض له الرقيق. أما اليوم فقد أضحت البلدة مرتعاً للزائرين للاستمتاع بمئات المطاعم والمقاهي والمحال الصغيرة التي تقدم مختلف البضائع المحلية الصنع، بالإضافة للمهرجانات والاحتفالات الثقافية التي تقام على مدار العام، وللاستماع إلى معزوفات موسيقية حية يقدمها أبناء المدينة. الإسكندرية القديمة مدينة أمريكية بنكهة إنجليزية، وهذا واضح من أسماء شوارعها ومن الطراز المعماري، فقد كانت من أهم مستعمرات القرن الثامن عشر، واليوم أصبحت واحدة من أهم الوجهات السياحية التي تسمح للزائرين بالاطلاع على أسرارها من خلال جولات سياحية ينصهر فيها الماضي مع الحاضر. هنا يستعد جيمي للبدء بجولته مرشدا سياحيا، وهو يرتدي الأزياء التقليدية، يحمل بيده الفانوس ويتجول مع الزوار في الشوارع التاريخية للمدينة، يروي لهم بشغف كبير قصصا لحضارة عبرت العصور وصنعت التاريخ. نجد في الإسكندرية الكثير من التاريخ، بدءا من مساهمة الرئيس جورج واشنطن في تصميم المدينة عندما كان في 17 من عمره. تلك المدينة التي شهدت الكثير من الأحداث كالثورة الكبرى والحرب الأهلية، ونقدم في جولتنا هذه الكثير من الحقائق التاريخية من خلال مواقع لا تزال صامدة حتى الآن، فكل زاوية هنا تتحدث عن حقبة تاريخية معينة. للفنون التشكيلية حصة كبيرة في المدينة، إذ تضم مركز توربيدو، وهو من أكبر مراكز الفنون في الولايات المتحدة. بني خلال الحرب العالمية الأولى مصنعاً للذخيرة، ليحوله مجموعة من الفنانين المحليين إلى مركز للفنون كرسالة لانتصار الفني على الحرب. توصف الإسكندرية بأنها أجمل مدن ولاية فرجينيا، شهدت العديد من الأحداث في التاريخ الأمريكي، وأصبحت اليوم شاهداً على العصور، تجسد حاضراً لأبرز الوجهات الثقافية والسياحية، وتعد أفضل مكان للهروب من صخب العاصمة واشنطن وضجيجها. مروان زعتر، تريتي عربي، من ولاية فرجينيا.